صنع الحدث في أضخم مسابقة رقمية في الوطن العربي سديم. إنه هشام شنوفي المعروف بهشام دوناف. بدأ ابن مدينة معسكر صاحب 22 سنة مشواره في صناعة المحتوى منذ 2016، استطاع خلالها تطوير قدراته وإثبات أقدامه في المجال، وهو ما شجعه للولوج إلى مسابقة سديم المقامة في الأردن في طبعتها الثالثة. إرادة عزيمة ما نرضش بالهزيمة كيت باش ندي سديم. أبهرت أعماله لجنة التحكيم مما أهاله للنهائي، وخاصة آخر حلقة قدمها وهي بعنوان رحلة البطل. وبعد منافسة جد شرسة حقق هشام المركز الثاني. هذا وين غادي نبدا؟ Let's go. في رأيك هل استطاع هشام تحقيق حلم صانعي المحتوى بالجزائر؟